ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. مازال دايرين النية وغنتفرجوا في المنتخب الوطني المغربي ضد كونغو الديمقراطية. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة في إفادة، باش غنسولهم على التوقعات ديال نتيجة المنتخب الوطني المغربي ضد كونغو الديمقراطية في المباراة الثانية في كأس إفريقيا بالكوت ديفوار، وتعرفوا أشنو قالوا لنا والتوقعات ديالهم. أجيو معايا. الله تعالى وبإذن الله وتوفيق الله سيكون إن شاء الله تعالى الحظ السعيد بجوار المنتخبنا الوطني. الحمد لله المرحلة الأولى فرحنا واحد الفرحة عظيمة، جميع المغاربة كلهم شعروا بالتألق ديال الفريق الوطني، وإن شاء الله تعالى كنتمنوا في باقي اللقاءات الكروية يكون موفقا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله مباركا مسددا في ضربته، وأن يرفع الراية المغربية خفقة في كل مكان، وأن يرزقنا النصر والتمكين فضلا من الله وإكراما بإذن الله. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم، بإذن الله تكون إيجابية على الأقل واحد اثنين مقابل واحد، إن شاء الله تكون إيجابية أقل شيء بإذن الله تعالى. اللهم بارك يا رب وزد في ذلك وأسعدكم الله تعالى. ها التوقعات ديالي غادي تكون إن شاء الله المغرب غيدي هذا العام. إحساس يعني إحساس معروف، يعني المغرب هذا العام هذا صراحة شد المدرب الركراكي، يعني دار واحد التشكيلة صراحة زوينة، وحتى الاحتياط وداك الشيء وقت اللي دخلوا الوقت البدل الدائم اللي دخل دوك اللعابه صراحه، يعني كل واحد وكيدير اللمسه ديالو صراحه. هذا العام هذا ان شاء الله نتوقعوا ان المنتخب المغربي يدير شي يدي ان شاء الله كاس افريقيا، وهذه المقابله الثانيه ديال كونغو الديمقراطيه ان شاء الله غادي تخرج ان شاء الله باذن الله بشي 2-0 ان شاء الله. ضروري غادي ندو ان شاء الله هذا العام هذا كاس افريقيا. بخصوص يعني المقابله المتوقعه ديال المنتخب الوطني مع المنتخب الكونغو، كنظن ان المنتخب ديال الكونغو منتخب يعني كيحمل بزاف ديال اللعابه اللي هما عندهم تجربه على المستوى الافريقي، وما غاتكونش مقابله بحال المقابله ديال تنزانيا، لان تنزانيا كما كنعرفوا المستوى ديالها اللي بانت به شويه ماشي في المستوى المتطلع، والمنتخب الكونغولي عنده كما قلنا تجربه وعنده لاعبين اللي هما متمرسين وعندهم تجربه. وغير مثلا على المنتخب الوطني يعني بالمستوى ديال تنزانيا يعني ماشي شي مستوى، ولكن الكونغو غادي المنتخب الوطني يعني يدوز من واحد المحك اللي غادي يبين واش المنتخب عنده ترسانه قادره على انها تجيب كوب دافريك ولا لا. هو المنتخب الوطني غادي يقدر يربح بواحد 2-1 مقابلة جيدة، ولكن ننتظر من المنتخب المغربي أن يكون في المباراة الثانية أمام الكونغو الديمقراطية من أفضل المقابلات التي ستكون أكثر، لأن المنتخب الكونغو الديمقراطية منتخب قوي أكثر من المنتخب التنزاني، لأن غيكون المنتخب المغربي عليه ضغط كبير على أن الكونغو الديمقراطية، لأن المنتخب المغربي مصنف عالميا الرابع، ولكن الكونغو الديمقراطية ليس لديه ما يخسر، سيلعب الكل والنتيجة غتكون صعبة، ولكن إن شاء الله غادي تكون 2-0 إن شاء الله. الكونغو هذا الماتش يعني هو المحك الحقيقي ديال المغرب، بكل صراحة هذا الماتش هذا اللي كان شي مستوى يبان في هذا مع الكونغو، فهمتي؟ هذا هو المحك الحقيقي باش نقدروا ندوزوا للدوزيام تور كما كنقولوا. ما بغيناش تكون شي عكده ولا شي حاجه، فهمتي؟ الماتش غادي يكون يعني الماتش غادي يكون ملغوم، ما تكهنش لك بالنتيجه. المغاربه كاينين، ولكن المحك الحقيقي نشوفوا لك شي حاجه يبينوا في هذا الماتش. الشكي اللي عندهم مزيان يدخل بها، فهمتي؟ كيدخل بها، فهمتي؟ يكون بوفال، فهمتي؟ عندهم ما عندهم ما شونجي، فهمتي؟ اللعابه عنده عندنا اللعابه، فهمتي؟ والتوقعات غادي يكون مثلا حنا غادي نربحوا بديك 1-0 2-1، فهمتي؟ الماتش غادي يكون ملغوم، فهمتي؟ الماتش ديالي كيبان لي 1-0 2-1 باش ننتصر ان شاء الله. والله يا ربي الله.